من أحد المهتمين والمتحدثين والمسافرين في مسألة البيئة والاحتباس الحراري والجزر اللي بتغرق والمزارع اللي بتنقرض، واكتشفت ان هو سافر آخر بلاد الدنيا وآخر جزر الدنيا من أجل قضية المناخ. صحيح، صار سنين هذا الموضوع لأنه الخطر كبير جدا، اللي على فكرة أي واحد بينا يقدر يغير، يقدر يساهم في التغيير. أي واحد يسمعنا أو حاضر يقدر يغير، بس يقرأ شوية على الموضوع. الموضوع إحنا جينا للدنيا لقينا كوكب أفضل مما هو عليه اليوم. إحنا راح نسلم الكوكب خربان للجيل الجديد. من حوالي يمكن 8 سنين لما بدأ الخطر حقيقي يصير، وبدأت مكانات مهمة تختفي، ومثلا مكان عزفت به باليابان بعد فترة ما موجود المكان، مدينة بذكرياتها ببشرها بصورها بحياتها راح الساحت كلها مشت. شوفي الأشياء الفيديوهات شلون تصير، هاي مدن أنا عزفت بيها لما شفت الخطر. يعني هو لازم يصير فيه في مكان اللي أنا عايش فيه حتى أنتبه للقصة؟ لا. فبديت أهتم بالموضوع، وبديت أنه أشتغل على التغيير، مو فقط أنظر أمام الناس أقول أنه أنا أبدأ، لا. رحت أول شيء رحت للعراق بلدي، وبديت مع المدينة اللي ولدت فيها ومع محافظ المدينة أطلقت 500,000 شجرة، أنواع شجر يناسب البيئة اللي فيها هاي الكوت وسط العراق. وأطلقنا حملة بالكليات، هذا دوركم بالكليات والمدارس الابتدائية والثانوية، كل طالب يدخل شايل نبتة جديدة مطلوبة منه. النبتة هو مسؤول على متابعتها لحد ما تكبر ويكبر معها. سافرت جزر بعيدة. نعم. جدا رحت إلى جزر كوك. جزر كوك 20 ساعة طيران، يعني أخذت طيارة من دبي 15-16 ساعة إلى نيوزيلند، ومن نيوزيلند بدل الطائرة بنفس اليوم إلى جزر كوك. جزر كوك هي اللي شاف أفاتار الجزء الثاني تمثل فيها، يعني شيء يشبه الجنة في الحقيقة. أنا أصلاً أفاتار هذا الفيلم توقعت أنه كله صناعة كله خيال، لكن أخذوني للجزر اللي تصور فيها. جزر تشوف المي ألوانها عجيبة. فهاي الجزر في 7 جزر رئيسية، وفيها ملكة الجزر، فيها رئيس وزراء منتخب، بس البيوت كلها دور واحد، ما بيها مصانع ما بيها إشي، لكن العالم الصناعي ده يأثر عليها بارتفاع مناسيب البحار فيبلع الجزر الصغيرة. يعني من 110 جزيرة صغيرة بلع 80 جزيرة البحر. وإحنا نصور في إحدى الجزر المي بلعها، وصرنا نركض إلى المركب كنا حتى نلحق نوصل ننقذ نفسنا. فحقيقي في خطر. العالم يقول لك يعني خليها على الله وسهلة والله يسهلها، وإحنا وأجدادنا عاشوا. هذا الكلام كل شيء على الله طبعا، بس هذا الكلام لازم إحنا يكون عندنا إجراء حقيقي. ولذلك كان محتاج سفر وكان محتاج تعب وتخسير وقت. طب بالتأكيد إحنا كأفراد دورنا مهم، بس هو الأهم هو التكتلات الدولية، لأنه لا يخفى على أحد إن الأماكن التي يتم فيها التصنيع بثقل وكثافة، اللي بيبتلعوا ثروات هذا الكوكب. نعم. هي دي المناطق اللي بتأثر على كل المقومات البيئية، واللي بتخلي دول فقيرة أو في العالم الثالث أو مش قادرة تقاوم ده إن هي تبتلع أو تهدد بخطر دائم. احنا المفروض أنا مسافر غدا إن شاء الله إلى السويد إلى مالمو، بعد غد المفروض ألقي كلمة عن هذا الموضوع، لأنه الكوكب مو البلد، الكوكب مرشح إلى أن يزيد 3 درجات. إذا زاد 3 درجات يصير احتراق، يعني تشغل السيارة ممكن تنفجر، لهالدرجة ممكن يوصل الموضوع. فلذلك الخطر كبير، لذلك مهمتنا من نطلع بمحطة مسموعة أن نشير إلى هذا الخطر، وأنه ننبه لمدارس أنه الطلبة لازم يشاركوا، الكليات لازم تشارك، ويمارس ضغط حقيقي لتغيير المعادلة الظالمة في العالم. وفي ميزانية مهولة موجودة مرصودة للتغيرات المناخية، للمشاريع اللي ممكن الشباب يطرحوها وتسوي صحيح. تغيير حقيقي. صحيح. أحييك على اهتمامك ده اللي هو
ملوش علاقة بالفن بشكل مباشر، إنما له علاقة بمسؤوليتك المجتمعية بشكل عام. Thank you.